بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شو الاخبار؟ معكم اخوكم سعد مستر بيبس ايمن جي، حياكم الله يا جماعه. برنامج ام جي شو، البرنامج ان شاء الله باذن الله بيتكلم لك عن مواضيع متفرقه، رياضي، اجتماعي، العاب، افلام، ايا كان. حتى ممكن اتكلم لك عن اشياء ترند حاليا. اتمنى انك تكتب لي رايك وتعطيني رايك في الكومنت. شخصيه من الناس اللي استمتع بشوفة التعليقات واشوف اراء الناس، فيهمني يا صاحبي انك تذكر رايك تحت. نبدا مع اول حلقه، توجه الافلام والالعاب للطابع الخيالي. بدات السينما نهايه القرن التاسع عشر وتحديدا عام 1895. وقتها يا صاحبي كانت ابيض واسود وبدون صوت، كان فقط تشوف اجساد قدامك تتحرك يمثلون لك دور معين، لا حوار لا صوت لا لون بالفيلم. تخيل الان، الحمد لله اللهم لك الحمد، 4K وجدي وفله. سابقا تشوف ابيض واسود وبدون صوت. تلاشت هالطريقه عام 1927، هنا دخل العامل الصوت او العامل الصوتي في الافلام، واصبح اساس لا بد منه في كل فيلم، في كل مسلسل، في اي انتاج تلفزيوني لا بد يكون في عامل الصوت. وشخصيا اشوف انه من بالذات الساوند تراك حاليا، او الساوند تراك في الافلام والمسلسلات، انا اشوفه من اهم العوامل، وممكن ينجح لك مسلسل او ينجح لك فيلم فقط بسبب العامل الصوتي. وتلونت شاشه الافلام بخليط من الالوان، وقتها يا صاحبي هذا كان حدث كبير الفترة هذه. وصلنا عام 1950، وقتها الدارج والشائع من الأفلام كان الأفلام الاستخباراتية، أفلام الدراما، أفلام الغابات، وأفلام الوثائقية. قليل جدا كنا نشوف أفلام من الخيال العلمي، لكن دخلت هوليوود في الخط مع جائزة الأوسكار. بعدها ارتفع سقف الأفلام عاليا يا صاحبي، وصارت الأفلام تنشاف بالملايين. في هذه الفترة كانت أغلب ميول المشاهدين للأفلام الدرامية، الأفلام الوثائقية، أو بمعنى أصح الأفلام اللي تلامس حياتهم الواقعية والشخصية. هنا كان المشاهد يستمتع أنه يشوف الأفلام هذه، وكانت شركات الإنتاج تركز جدا وتهتم بميول المشاهدين، سواء كانت من ناحية الأفلام والمسلسلات أو من ناحية حتى الألعاب. في الفترة هذه صرنا نشوف عزوف الناس وبعد الناس عن الأشياء الواقعية وحبهم للخيال، سواء كانت أفلام أو ألعاب، واللي كانت قبل قليلة مقارنة بالوقت الحالي. مل الناس من التكرار المزعج في المنتجات الواقعية، وصلنا مرحلة أجزم أنها مرت عليك أنك تتوقع وش بيصير في اللعبة أو بالفيلم قبل حتى لا تنتصف فيه. هذا يا صاحبي يقتلك أهم عامل لك كمشاهد، اللي هو عامل الإثارة. ما في إثارة إذا كنت عارف وش بيصير. هنا الشركات عرفت هالشيء واستوعبت هالشيء، وأنت عزيزي كمشاهد تبي تطلع من العالم اللي أنت فيه أو من الحياة الواقعية اللي أنت فيها، صعب أنك تشوف فيلم واقعي ثاني يلامس حياتك وتستمتع فيه وأنت عارف غالباً وش راح يصير. لذا الناس بدأت تهرب من الواقع هذا بمشاهدة أفلام خيالية. فيلم خيالي ساعة ساعتين يأخذك بنزهة يا صاحبي، تعيش أجواء الخيال. في المرحلة هذه لاحظت الشركات وبعد الناس عن الأفلام الواقعية، فعلى طول تداركت شركات الإنتاج الأمر هذا، وبدت يا صاحبي تنتج لك الأفلام خيالية، وحتى المسلسلات خيالية، وحتى الألعاب كذلك خيالية، حتى لو كانت فكرة المنتج نفسه واقعية، لكن لازم يدخل لك عامل الخيال، لأنه بالطريقة هذه يرفع أسهم المنتج. في فرق كبير يا صاحبي بين الخيال العلمي اللي هو الساينس فيكشن والفانتسي. الخيال العلمي خيال اصطناعي مبني على توقعات علمية، بمعنى أن بكرة ممكن يصير، ممكن يتحقق الخيال اللي أنت قاعد تشوفه الآن. والفانتسي مرتبطة بالقوة الخارقة والسحر وغيرها من الأمور اللي مستحيل البشر أو الإنسان يحققها. والخيال العلمي قد يكون مفيد لك أنت مشاهد بعكس الفانتسي. من الأمثلة للفانتسي أن واحد يطير مثلا، هذا مستحيل يتحقق الشيء هذا، فهذا يسمى فانتسي. وللأسف لا زالت إنتاجاتنا العربية مملة وفي حدود الواقع، عجزوا يطلعون عن الواقع الممل هذا. لازم مسلسلاتنا تكون فيها طلاق، لازم تكون فيها مشاكل عائلية، لازم موظفات شركة وموظفين شركة وما أدري إيش، سخافات إلى الآن ما ارتقينا عنها. وما أهمش هنا بعض الأفلام العربية اللي أثبتت تواجدها وأخذت جوائز، لكن يظل بشكل عام السينما عندنا أو الإنتاجات العربية في نفس الإطار وعجزنا نطلع منها، لدرجة يا صاحبي بعض قنوات اليوتيوب وبعض الشركات الإنتاجية في اليوتيوب العربية أصبحت تقارع الأجانب والغرب في هالأمور هذه، لكن احنا إلى الآن منتجاتنا في التلفزيون لا زالت نفسها ولا راح تتعداها. عموما هذه أول حلقة من MG Show، بإذن الله إن شاء الله التنوع جاي والتطور جاي. اعذرونا إذا كان الحلقة لك عليها شوي، عاد أول حلقة لازم تكون شوي لك عليها. يعطيكم العافية شباب، مشكورين، نراكم على خير إن شاء الله.